السلام عليكم. اليوم نتكلم على قضية النظافة في المدن ورفع الزبالة حاشا السامعين، يعني من الأحياء نتاع مدننا، ونشوف يعني عملية بسيطة نتاع تجيب شوية ماكينة وترفع الآخر. دايرين عليها المير يغطي في الشجرة، يعني عملية التشجير هذه مع يا استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. المير هنايا ولا والي ولا والي ديليجي هنا، العملية راهي في الحراش نتاع غير الشجرة ومسح شوية تراب من عندنا من الأرض. دايرين عليها عملية نتاع جايبين كشافة، عملية تطوعية، والقناة التلفزيونية تتكلم، يعني مرض 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 هنا. هذه كل هذه العملية والمسرحية هذه تعطيك صورة عن وضع الكارثي نتاع والعقلية، يعني العقلية نتاع المسؤولين كيفاش ينظروا للعملية النظافة. وحتى أعضاء الجيش يا سيدي يعني ويتصوروا قدام الشجرة كأنه صنعوا صاروخ، داروا حاجة مانيش عارف كبيرة. وهي المفروض الأشغال من هذا النوع يعني المفروض تكون دائمة ويومية وبدون هرج ومرج. والله العمل هذا والمسؤولين راهم يتكلموا منا، باسكو غرسوا بعض بضعة أشجار وجابوا ماكينة حطوها في وسط الطريق. والله يجيب الناس الخير إن شاء الله في المستقبل، ويجيب ساعة الخير، وتكون قضية النظافة سنين، يعني كل سبت عندنا عملية تطوعية، واليوم ارتاحين باش نشرفوا عليها رسميا ورمزيا بدون هرج ولا الحقنا بها عملية تشجير. سوف نقوم يعني بغرس كذلك 2500 شجرة داخل المقاطعة الإدارية، وراكم تلاحظوا بان كل اطياف المجتمع راهم متواجدين باختلاف اعمارهم، كل السبت عندهم عمليات تطوعية. سوف قضية النظافة مش قضية تطوع يا ناس، قضية النظافة ماهيش مسألة تطوع. اطلق شعار لنغرسها، شركات لنغرسها هذه فيها نطبقوا فيها ميدانين، واليوم تعلم كيف تنظف الناس. مش قضية تاع قال تجيب جماعة يغسلوا السكر ويتفرقوا. اوف عيتونا، السلام عليكم. سنين، يعني كل سبت عندنا عملية تطوعية، واليوم ارتاحين باش نشرفوا عليها رسميا ورمزيا، والحقنا بها عملية تشجير. سوف نقوم بغرس كذلك 2500 شجرة داخل المقاطعة الإدارية، وراكم تلاحظوا بأن كل أطياف المجتمع راهم متواجدين هنا باختلاف أعمارهم وباختلاف صفاتهم. سوف نواصل في هذه العملية حتى قلت 21 مارس، والسيد رئيس الحكومة اطلق شعار لنغرسها. إذن لنغرسها هذه احنا رانا نطبقوا فيها ميدانين، واليوم احسن دليل على ذلك.